الحصص المقررة من الجانب التركي لن يكون هناك حل لمشكلة الجفاف. ست حديثة هو يعني هو اعتبر أول شو نقول ست هو اللي يستقبل المياه اللي داخله للعراق، فيعني ماكو أي نوع روافد أخرى أو تجي إلى من غير مكان إلا فقط هو نفسه هو النهر الفرات اللي يجي من سوريا من اتجاه من سوريا إلى السد. فأي حل آخر ما ممكن إلا بزيادة الإطلاقات من الجانب التركي ومن الجانب السوري هم كذلك يزيد الإطلاقية يعني يلتزم بالإطلاقات المطلوبة من عنده، يعني ممكن أنه نقدر نقضي على هذا الشيء. أما بخلاف ذلك أعتقد المنطقة شهدت هاي خلال الفترة هاي كلها جفاف كلش يعني ما يعني خلال هاي صارتنا 3 سنوات الأمطار قليلة جدا جدا شحيحة جدا، الأمور المائية كلش قليلة هنا والمنطقة صحراوية ماكو عليها روافد إلى تصب الخزان بحيث أنه ممكن إذا أمطار في مكان أخرى ممكن يصب بالخزان. الخزان منفرد فقط يخزن مياه الفرات اللي داخله من الحدود السورية فقط.